بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بس داير الشيخ على الكلام ده. في أحد الصحف السودانية نشرت في حوار صحفي مع الشيخ مع شيخ الطريقة السمانية سفيان الخنجر، عنوان الحوار مكتوب فيه السلفية منبع الإرهاب والتطرف، وابن تيمية قال وقع في كثير من الأخطاء. دار في التفاصيل بتاعت الحوار قال السلفية دين من الزراطية وتكفيريين وهكذا أمور. دار الرد على الكلام ده. طيب يا جماعة، دي شبهة أصلا القتا من بدري ما يسمى بالخلافة العثمانية. جابوا الشبهة دي لما حاربوا دعوة التوحيد، ووصفوا دعوة التوحيد بعدة شبهات. منها قالوا جماعة الوهابية، ومنها قالوا جماعة المتطرفين المشددين. الشبهة دي جات من هناك، لأنه الدولة الوقت ذاك اللي بيسموها العثمانية دي أصلا دولة صوفية قامت على الشرك وعلى بناء القباب وعبادتها وعبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة بالأولياء والصالحين ومشايخ الطرق الصوفية. فبقت الشبهة دي ماشية عند الصوفية لحد الليلة، وشبهة ما عندها دليل أصلا، ما عندها دليل إنه جماعة ديل جماعة متطرفين. والغريب إنه اللي بيحاربوا التطرف هم السلفيين أهل التوحيد. أديك مثال بسيط ولا تمشي بعيد الماضي البعيد. الآن في بلدنا دي داعش لما كانت على في أوج قوتها وبتضبع في الجماعة وتقطع في الاثنين وتقطع في النخرين، الشيوخ ديل كلهم كانوا خايفين، حزب شنو حزب شنو، بأنصار السنة ذاتهم كانوا لابدين. واحد من شيوخ أنصار السنة سألوه من داعش في الجامع، قال لهم لا السؤال ده خليه شوية بس. في الوقت داك ذاته نحن الوحيدين اللي قمنا محاضرة كبرى حضروا أكثر من 7000 شخص قدامنا في قاعة الصداقة اسمها خطر داعش، موجودة في اليوتيوب تلقاها قاعدة ماشية. نحن ما تقول لي قاعد نقول كلام ساكت، تكلمنا عن داعش وإنه ده المشددين ومتطرفين وده الخوارج. قال عن مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب النار، وقال عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان. نحن الوحيدين اللي تكلمنا. حتى الكيزان بفضل الله شالوا محاضرتنا دي، قالوا ده من إنجازاتهم. شفت كيف؟ أي المهم نحن عملنا اللي علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. ما في زول ولا الليلة ما في زول قدر يتكلم عن داعش. والجزولي ده اسمه دكتور أحمد علي الجزولي ده العامل فيها الآن تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، معه عبد الحي وجاي محمد عبد الكريم وغيره من جناح مجكو، ده الوقت ده كان رافع علم داعش ولابس في الجامع هنا في المنشية. أنا ما أعرف داعش في المنشية دي كيف، وعمة سوداء هيا بنا قال إنا نصرة دولة الخلافة وهو قاعد في المنشية. والله قال لي نبايع الخليفة وقاعد في المنشية، يطلع أولاد الناس يطلع أولادنا وهم قاعدين، خطبة تنتهي يطلع البتاع العربية بج بج يركب ويفوت البيت، والجماعة يطفشوا يمشوا يسبحوهم ويفجروهم يقول لهم إن شاء الله عرس الشهيد قدام، وديل قاعدين في المنشية المجار مدين، وفي جبرة حي الدوحة وفي الجريف محطة شنو ما عارف، ناس مجارمة وناس كضابين يا ناس كضابين. وهسه ظهر واحد داعية كمان، ده عبد الحي يوسف رقم 2 فلسطيني اسمه محمود حسنات ولا بنات، المهم حاجة كده جايبينه لا مادي الكيزان جايبينه. انت قال جايبه منو؟ خاتينه هنا في الخرطوم وكذاب فلسطين. يقعد يبكي تاني، دار تعيدوا لنا نموذج الكيزان تاني والكذب بتاع الاخوان المسلمين من جديد، ناس كذابين وناس مجارمة. لما ردد عليه وقام جاء عمل رد، قال انا عفوت لوجه الله لمن رد علي، وانا ما عفيت ليك لانه مشكلتي معك ما في بصل، مشكلتي معك في دين، الا عفيت ليك وما عفيت ليك. انت ذول اخواني اخواني، مشى زار القبور واخذ سيلفي مع القبر مع القبه،
وانا ردد عليه وقلت قبوري؟ جاء قال لا لا كذاب كذاب، في شنو انا كذبت عليك؟ قال انا فعلا مشيت القبر وصورت، لانه العلماء قالوا بجواز التصوير مع القبور. يبقى داري كحيله شنو؟ عما ما في حاجه جديده يعني. ده شغل الاخوان المسلمين يا ناس، واحذروا الاخوان المسلمين، التطرف عند الاخوان المسلمين. داعش ما هي الا نبته من الشجره الخبيثه بتاعت الاخوان المسلمين، كما قال القرضاوي الاخواني. قال ابو بكر البغدادي تربيتنا تربيه جماعه الاخوان المسلمين. القاعده تنظيم القاعده للارهابيين المتطرفين المتشددين التفجيريين الخوارج ما هي الا دسيسه من دسائس الاخوان المسلمين. اعرف الكلام ده لانه التكفير اللي عند داعش بكفر المسلمين، والتكفير اللي عند القاعده بكفر المسلمين وبيفجر المسلمين. ده الاصل ليهم شيخ جماعه الاخوان المسلمين سيد قطب. اما الدعوه السلفيه دعوه وسط يا ناس، بندعو الناس الى التوحيد ما دارين سياسه، بندعو الناس الى العقيده الصحيحه والايمان بالله ما دارين نحكم ولا نازلين انتخابات، وكلامنا نحن الوحيدين من فضل الله ما تغير ما تغير. لاحظ الثوره دي ثوره فضحت ناس كتار كتار، شيوخ عبد الحي ومين مهرم ماهر فضحتهم فضايح. الليله بيفتوا فتوى، الليله بيفتوا فتوى لا يجوز الخروج على البشير. بكره يقول البشير دار يزوق خلاص في اخر روح، يقولوا يجب ان تخرجوا مع الثوره. الناس كشفوهم لحد ما عبد الحي يوسف في الجامع قريب 16 خطبه قال اخرجوا. اول ما خرجوا وكان الناس الامن والبشير لسه ما سقط، عملوا له شنو الله اعلم. جاب الليل قاعد في كرسي احمر زي بتاع جرتي وقال المساجد ليست السياسة، وأنا ما قلت لهم أخرجوا، وديل شرزمة قليلون وتغبل الله. وقبل قال لهم اطلع، حتى واحد قام قال له قم يا عبد الحي قدنا من هذا الجامع. فديل ناس بتاع النفاق وبتاع كذب وبتاع تلون. نحن كلامنا واحد والله واحد، بنقول يا ناس اعبدوا الله ما تعبدوا غيره، ما تشرك بالله، ما تعبد قبة، ما تعبد قبر، ما تتوكل على شيخ، ما تلبس لك حجاب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. ما تحلف بغير الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ده منهجنا والله، ده منهجنا. ولا بتلقونا يوم قدامكم وخدت لنا صندوق نقول لك صوت لنا، دارين الناس تعبد الله بس، ده موضوعنا كله. وين التطرف؟ وين التطرف هنا؟ أما الخنجر سفيان الخنجر وسفيان غيره، ده الناس كذابين يا ناس. مش قبل كده الخنجر اخوه الثاني ده قال شنو؟ ده ما شيخ ذاك، ده تلميذ ذاك شيخه. قال شنو؟ قال نحن في السودان، ده تطرف ولا ما تطرف؟ شوفوا لي انتبه، نحن في السودان بنمشي للمشايخ بندفع القروش عشان يدون المطر. في شيوخ وفي ناس بدوا المطر، في ناس بدوا المطر، سرابتين بينات انتقنت. قال ده دفع بياض وده ما دفع بياض، المطر بتنزل ليداء الدفع على الشيخ. قال مين فيك وهابي يقول لك اسال الله يعني ينزل لك المطر؟ اه بتسال الله وبرضه ما بديك مطر، الله ما بدي المطر لكن الشيخ شنو؟ بدي المطر. ده تطرف ولا ما تطرف؟ ده التطرف. نحن بنقول زي ما قال الله عز وجل المطر بنزله الله، لا الخنجر ولا سفيان ولا البرعي ولا أي واحد من الدجالين المشعوذين ذل. ربنا قال في القرآن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله اللي بينزل المطر، ده تطرف ولا حق الصوفية؟ ده هو التطرف، يا تو التطرف. ده دعوتنا، ورونا متطرفين وين. الجلابية القصيرة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج ينزل، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. ممكن تنزل بس ما تافش الكعبة التحدة اللي هو الفوق اللي احنا بنسميه عظم الشيطان، وده ما صحيح. فالمهم ما يحصل هنا، ده الرسول قال كده. نتحدى اي زول يجي يقول لنا متطرفين في شنو؟ اما كلام عام يقول لك والله دي المشددين دي المتطرفين، ده ما كلام بيصدقوا زول شنو يا جماعة؟ عاقل.